كنت غريبة الأطوار، بس أنا كنت فرحانة في نفسي. ماما بابا بيقولوا لي marriage وأنا أقول لهم mountains. كان نصيبي إني أتسلق مو أمشي، فقررت إني ألاقي مغامرة. ما كنت عارفة إيش هي المغامرة. قلت له بابا قررت إني أنا أتسلق أعلى جبل في أفريقيا. قال لي لا حبيبتي لا، وأنا عارفة إن هو قال لي لا حبا فيا وخوفا علي، عارفة. لا تسألني ليه بابا، بس أنا حاسة إنه ده الشيء هغير حياتي، أبى أتسلق هذا الجبل. بس وقفت على أعلى قمة في أفريقيا اتردت لي الروح. بعزيمتي وقناعتي إني وصلت هنا كان إحساس ما قد حسيته قبل. أول مرة شفت ده الجبل بعيوني انغرمت بالفكرة إني أنا أكون فتاة سعودية أوقف على أعلى جبل في العالم. يعني أنا بنت الصحراء ومداني أمسك السماء. إذا أنا مداني أعيش حلمي زي كده، أنتوا بإمكانك. ما في شيء في هذه الدنيا يسوى حيكون يجيكم بسهولة.